أستاذي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا نادر. أما مشيت ماشي ساعتين لما تقطع نفسي. أنا لو كنت أعرف كده ما كنتش جيت أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنداوي حاجة ساقعة بسرعة للدكتور علي. لا ما تعملش، أنا عامل حسابي لكل حاجة. طيب تسمح لي أساعدك؟ لا مش ممكن تفضلي وتجاوبني يا حضرة الضابط. هتسيب واحدة متعلمة زي صبرة تبات في الحجز مع انت يا سعادة البيه تقبل ان بنتك يتقبض عليها وتبات في الحجز عشان اسمها صبرة؟ مع ان القتيل قال ان اللي قتل اسمه صابر مش صبرة. يبقى ليها ناس فهموني. تضمنها؟ برقبتي، دي زي بنتي. طيب يعني تاخدها تبات عندك الليلة دي والصبح تجيبها لي قبل العرض؟ معلوم. اديني البطاقة بتاعتك وانا هسلمها لك هي والاتنين الستات التانيين. ايه؟ بطاقتي؟ ليه يا حضر الظابط؟ هي كلمتي ما تكفيش، ده انا عمدة الكعبة. لو كنت عايز تستلمها هات البطاقة. طيب اني هديك البطاقة بس لو سمحت حطها في الدرج عشان ما تتوهش في وسط الورق اللي على المكتب. لا تعال انت حطها بنفسك في الدرج. ايه اخد صبر وامشي؟ شاويش متولي افندم. سلم العمدة صبرة وصابرين والست التالتة. تمام يا فندم. اتفضل. متشكر. انا يا دكتور بشرب اي مية في الدنيا. طب انا معطلك عن شغلك ولا حاجة؟ ابدا، بس ما كانش عندي احتمال ولا واحد في الالف انك ممكن تتعب نفسك ويكون عندك الحماس انك تجيلي لغاية هنا. لكن مدام جيت بقى انا هقول لك على كل حاجة حصلت علشان تديني رأيك. يلا يا صبر، يلا يا جماعة قوموا للعشاء. مليش نفس. ايه وده اسمه كلام بقى يا صبرة؟ ما تقول لها تاكل يابا. انت سامعني؟ ايه انت سرحان في ايه؟ انت مش خلاص نفذت كلمتك وجبت صبرة معاك وكمان الستات التانيين ما بطوش في النقطة؟ ربنا يسعدك يا عمدة، ابوك يا فاتن ده راجل شهم. صحيح يا عمدة، انت راجل البلد كلها. طب قومي يا بنتي على العشاء. هتنام من اولها كده؟ الساعة لسه ما جاتش 10. حد برضه ينام وهو واقف؟ ده ده لازم انت تصحي البيه قبل صلاة الفجر. اوعى تروح عليك نومة لا تودينا في داهية. تصبح على خير. تصبح على خير. وجاي على نفسك قوي كده ليه؟ أنا مش فاهم. إيه الضرورة إنك تجمع كل المشتبه فيهم وتبيتهم في الحجز؟ ان العرض بكره. طب وانا هعرف اجمع العدد ده كله ازاي؟ المفروض ميعاد العرض الساعه 8 الصبح. ايوه، مع ان واحد بس اللي هيطلع متهم والباقي كلهم ابرياء. معلش، تصبح على خير. ايه رايح فين؟ هنام في الصاله. طب بس يعني. بس ايه بقى يا دكتور؟ ما انت عارف كل حاجه. طب ده انا لو سابوني على حريتي هروح ساحب حصيره وطالع نايم على السطوح. من فتقه دي متاهه يا دكتور. انت متأكد يا نادر ان الاجراءات اللي عملتها هتحقق الامن؟ طبعا، انا باذن الله الصبح اول ما هقبض على الجاني واسلمه للعدالة
هجري على طول على بيت مرات المجني عليه واقول لها مساح دموعك، دم جوزك ما راحش هدر، واي مجرم مش ممكن يفلت من العقاب. بعد كده اي واحد او واحده هيتملك من قلبهم الشر ويختل عندهم ميزان العدل ويفكروا في ارتكاب اي جريمه هيخافوا. ليه؟ لانهم هيبقوا واثقين ان في ناس بتحمي الامن. وبعد كده الناس كلها ترجع لغيطانها ولشغلها، والاطفال يلعبوا في الاجازات ويبقى في امان. الامان يا دكتور اللي عشت طول عمري محروم منه. ما تخافش، ده دايما بيحصل هنا ثانية واحدة. خير، اللهم اجعله خير. انا اسف يا دكتور، ما كنتش احب ان يحصل حاجة تانية تضايقك كمان. بيتهيألي بقى يا دكتور دي اول مرة في حياتك تقعد على ضوء لمبة جاز نمرة 10. عارف يا نادر، انا اللمبة دي بتخليني افكر في معنى لكلمة الامان اللي دايما نقولها بشكل تاني. النور امان والضلمة خوف من مجهول ما شفناهوش. اللمبة لما يكون نورها ضعيف لا تديك الامان الكامل ولا تسيبك للحظة خوف قاتل. امان نص نص. نادر، انت ليه متأكد انك الصبح هتمسك الجاني اللي اسمه صابر؟ لاني درست كل الاحتمالات الممكنة بصبر وبحب. انا كمان ما فاتنيش ان انا استدعي اللي اسمهم صبرا، لان احتمال المجني عليه يكون قال صبرا قتلتني، بس من تعبه طلعت صابر قتلني. نادر، انا كنت حاسس الجواب اللي بعتهولك صح، انا حطيته في جيبي. نادر، انت كنت بتقول الجريمه حصلت فين؟ جنب سور الجمعيه الزراعيه. وناوي تدخل كل اللي بيشتغلوا فيها في حكايه العرض دي؟ اي حد هيكون اسمه صابر او صبرها طبعا هستدعيه. يا دكتور، عندك احتمال ان المقذوف اللي اتضرب بيه المجني عليه يكون خارج من الجمعيه ذاتها؟ ليه لا؟ انا اسف لتدخلي، اصل مش مفروض ابدا يبقى لي تاثير على شغلك. انما اعمل ايه بقى؟ غصب عني. ما بنساش الايام اللي كنت فيها وكيل نيابه قبل ما اخد الدكتوراه. يبقى في احتمال كبير قوي ان الجاني كان مستخبي في الجمعيه. النور جه. فين الكاب؟ لا استنى بس اجيب الجاكيت بتاعتي واخد معاك. ابراهيم الحلواني انضرب هنا بالظبط. تمام يا فندم. انت لسه ما روحتش؟ انت شفته قبل ما تسمع صوته؟ لا. يبقى القاتل كان قريب جدا من المجني عليه. الرؤية كانت ضعيفة والقمر ما كانش مكتمل. انتوا لقيتوا الطلقات الفارغة فين؟ هنا. هنا بالظبط. هنداوي، انا هقف مكان الدكتور وانت تقف زي ما كنت واقف، واول ما اقول لك يلا تروح قايل مساء الخير يا ابراهيم يا حلواني. هنمثل زي التلفزيون؟ اسمع الكلام يلا. انا ابراهيم الحلواني راجع من بيت عبد الجدعان. وانا القاتل. العفو يا دكتور. يلا يا هنداوي. مساء الخير يا ابراهيم يا حلواني. وابراهيم كان شايل المطربيطة وشاف صابر زي ما انا شايف حضرتك. مساء الخير يا صابر. طه
الحقوني. مات وشك اتغير كده ليه؟ مش انت اللي بلغت عن الحادثة؟ يعني انت افتكرت المنظر اللي انت شفته علشان كده وشك اتخض؟ خبر ايه يا سعادة البيه؟ أنا كنت نايم وصحيت على صوت الرصاص. مش ليلتها كان ميعاد الدرج بتاعك؟ يعني بتسيب شغلك وتنام؟ ولما يبقى عندك وقت فاضي تفضل تتنطط ورايا في كل حتة؟ وريني ايدك، فين الساعة بتاعتك؟ ساعتي يا سعادة البيه؟ أنا عمري ما لبست ساعات. انت كذاب، في حاجة انت مخبيها عني. الحقني يا سعادة البيه الدكتور. نادر نادر، ما تسلمش نفسك لدائرة الشك في كل الناس. انت عندك سلطة دلوقتي في ايدك، يعني شكك انت بالذات ممكن قوي يدخل الخوف في قلوب الناس، والخوف يا نادر عكس الامان. للمرة الالف الحمد لله انك جيت. كل ادي للي هناك. معلش، ده اللي قدرت اجيبه من الدكان الوحيد اللي كان فاتح لغايه دلوقتي. يا شاويش متولي افندم، تروح البيت عندي هتلاقي في الصاله بطانيتين، وفي في اوضه النوم بطانيه، وهنا فيه بطاطين كتير. طيب هاتهم بقى ووزعهم. انا عايزكم تبقوا مستريحين، ومش عايز اي حد يتضايق مني. انا بنفذ اجراء قانوني، وانتوا دلوقتي بتساعدوني على اني احقق الامن في البلد. جايز يكون القاتل واحد منكم وجايز لا، علشان كده انا بعتبركم لغايه دلوقتي ابرياء، ومش عايز اي حد منكم يحس بالخوف من ناحيتي. اتفضل يا دكتور. صعب ان ضابط شرطه يعمل اللي انت عملته ده يا نادر. لان صعب ان حد يكون عاش الظلم زي ما انا عشته، او حس بالخوف قد ما انا حسيت بيه. انت بقى النهار يطلع والعرض يتم والابرياء دول يروحوا على بيوتهم. تمام يا فندم. عدد اللي بيشتغلوا في الجمعية 4، المنتصر وعبد موجود ومصطفى العتيق والهلالي، موجودين في بيوتهم. طيب تبعتهم على العرض جنب الجمعية. تمام. استنى يا عجل، ده أمر من النيابة بالقبض على الدكتور صابر زكي في حالة امتناعه عن الحضور. وما تنساش تبعت حد يجيب الدكتور علي من السكن. تمام يا فندم. صابر اهي، والاتنين التانيين بره. والله ما قتلت حد سعاده البيه، انا قتلت. ما تخافيش يا انسه صابره، ما دام ما عملتيش حاجه يبقى ما تخافيش. بس انا خايفه الكلب يغلط ويموتني. ما تخافيش يا انسه صابره، ده كلب مدرب مش ممكن يغلط. ايه اظن من حقي زي ما حطيتها بايدي اخدها بايدي. هي ايه؟ البطاقه بتاعتي. استني بره يا انسه صابره لو سمحتي. مش عيب يا عمدة يا كبير تمد ايدك في درج مكتبي؟ ده هدية، ماني حاططها بايدي في درج مكتبك قدامك وقدام البيه اللي كان موجود امبارح. هات بقى. صابر احمد عبد الرحيم العجباوي. اسمك صابر يا عمدة وانا معرفش، كتف في كتفك وما تقوليش وبندور سوا. يعني لولا المصادفة بتاعت البطاقة دي ما كنتش هعرف اجيب كل اللي اسمهم صابر وموجودين في الناحية هنا، وانت اللي جنبي بالذات. اني عمدة البلد. بس اسمك صابر يا عمدة. شاويش متولي افندم. خد حضرة العمدة على العرض مع كل اللي اسمهم صابر. جرالك ايه يا حضرة الصابر؟ اني عمدة البلد اقعد وسط المشبوهين؟ اني العمدة ابويا انا. يظهر الظابط بتاعكوا ده اتجنن ولا جرى لمخه حاجه. رايحه فين؟ هغير هدومي واخرج لابوي. اوعي، ده منبه عليا ان انت بالذات ما تعرفيش. لكن اديني عرفت، ولا يمكن هسكت ابدا.
اذا الظابط بتاعكم ده ما يعرفش اني كنت عايشه في مصر واني متعلمه. طب انا بقى هتصرف بمديريه الامن بالوثيق. لا يمكن حسبت على الحكايه دي ابدا ابدا. ان كان بقول وصل كل اللي اسمه صابر يشرف عند الجمعيه. ان كان بقول وصل حفله عظيمه لاكتشاف القاتل. الكلب هو اللي هيشم القاتل ويطلعه من بين 1100. الكلب هو بلد. الكلب هو الوطن. حضرت الضابط هيقعد العمده وسط المجموعين يا بلد. الكلب هو الوطن. العمده بنفسه. يلا بينا. الكلب هو الوطن. شوف تجيب لي اذن من النيابه. يا دكتور صابر انت راجل متعلم والمفروض انك تكون مثل اعلى للناس دول. تخليت فيها اعلى ولا اوطى؟ لما ابقى مشبوه زي المشبوهين الناس هتتعامل معايا ازاي؟ ارجوك ما تعطلنيش عن شغلي. عاكف دخله في الصف. ايوه حاضر. خش يا دكتور. خش خش شباب. مجموعة الجمعية الزراعية عاكف. يا سعادة البيه هم اللي في الوش سيادتك دول. واحد اثنين ثلاثة أربعة. خلاص يا نادر؟ تمام يا فندم. هات الحرس. اتفضل اقعد. اتفضل اقعد. كل اقعد. اتفضل اقعد. هو يعني لو فضلت واقف الكلب مش هيعرفني لو انا القاتل؟ من فضلك ما تعطلنيش عن شغلي. اتفضل اقعد. ايه ده؟ نجيب صابر العناني. اسمه نجيب صابر العناني. يا سعادة البيت دي المبروك. المبروك دي دلوقتي، انما زمان كنت نجيب صابر العناني وانا ملتزم. يا سعادة البيت دي راجل طيب ما بيأذيش حد يعني. حسابي معاك بعدين يا عاكف. اقعد. جاهزين يا فندم. تبدا. منتصر ابراهيم الشمالاوي. منتصر؟ معقول؟
ست فاتن. ست فاتن. ست فاتن. جرالك ايه يا ولا؟ ما انا وراك اهو. ورايا؟ امال ما شفتكيش ازاي؟ المهم حصل ايه مع ابوي؟ براءه. صح يا هنداوي؟ صحيح. زي ما بقولك كده، الكلب شم الساعه. الكل يقعد على عرافيسه. الكل يقعد. وابويا كمان قعد زيهم وصبره؟ الكل. بقول لك الكل. حتى انا ذات نفسي قعدت على قرافيس كده اهو. والدكتور صابر والكل. وعد علينا الكلب اول نوبه وسابنا، تاني نوبه وتالت نوبه. والكلب ما مسكش حد؟ لا مسك، بس مش احنا. امال مسك مين؟ منتصر الشملاوي. بتاع الجمعيه؟ ايوه. بس منتصر ما اسموش صابر. اهو اللي حصل بقى. يعني منتصر يا ولا هو القاتل؟ وانا اعرف منين؟ اهو الضابط مسكه وبيحققوا معاه. يعني هو القاتل مع اني ما اسموش صابر؟ واني مالي؟ المهم ان ابويا براء وصبره كمان. يا سعادة البيه، سعادتك شربت النهارده قهوة كتير قوي. ها؟ لا مؤاخذة يعني. قهوة سعادة البيه. لا متشكر. أجيب لي ستك حاجة ساعة؟ لا متشكر. تمام. عادي. يا سعادة البيه. سيادة العميد رجع؟ حالا دلوقتي. طيب تجيب لي منتصر الشمالاوي وتيجي علشان تكتب المحضر. تمام يا فندم. سمحت، كفر العجباوي، قصدي نقطة بوليس كفر العجباوي. ايوه حافظة النمرة 5 كفر العجباوي. شكرا. مبروك يا حضرة العمدة. الله يبارك فيك يا دكتور. مبروك يا حضرة العمدة. الله يبارك فيك يا رجال. الله يبارك فيك. محلات نقطة صابر عويضة تهنيكم بالبراءة. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رجال. الله يبارك فيك. معقول اللي بيحصل ده؟ بيهنينا بميكروفون. ما هو بيهني نفسه، مش اسمه صابر. لسطى صابر الظهر اتخبل. معقول يهون عليه يطلع المكنة ويجيب مزمار من جيبه الخصوصي؟ معقوله دي؟ يابا الف مبروك يابا، الف مبروك يا عمده البلد وكبيرها. فاتن، انت ايه اللي طلعك من البيت من غير اذن يا فاس؟ يوه يابا، فرحتي غلبت عليا. شفتي يا صبره؟ شفتي الحق ظهر ازاي؟ الحمد لله. مبروك لكفر العجباوي واهالي كفر العجباوي. الف مبروك. الله يبارك فيك. عرفت منين ان الجريمة حصلت الساعة 11 بالليل؟ من الناس، كل الناس قالوا ان الطلق حصل الساعة 11. الو؟ ايوه كفر العجباوي ردت والمكالمة انتهت. شكرا. Thank you.
كنت فين ليلة وقوع الحادث؟ أه؟ كنت فين الساعة 11 بالليل يا منتصر؟ كنت في السيما في البندر. سيمة ايه؟ وفين الدليل على انك كنت في السينما؟ التذكرة ايه؟ تكتب يا عاك. وجد معه تذكرة تثبت انه كان موجود ليلة 27/4 في السينما حفلة 9، وارفق التذكرة دي في المحضر. ايوه بس انت لما تروح السينما الساعة 9 ممكن تكون في البلد هنا الساعة 11. لا يا غير، ما هو في السينما اليومين دول ما عادوش بيخرجوا حد قبل الحفلة ما تخلص عشان الأمن. ويعني ما انت ممكن ما تخشش السينما اصلا وتيجي على طول على هنا. والله يا بيه انا اثبتت لحضرتك انا كنت فين. اذا حضرتك بقى تثبت ان انا في حته تانيه انا مستعد. هل عندك شهود لاثبات مكان وجودك؟ ها؟ الساعه دي بتاعتك؟ ساعتك قلت ايه؟ يا عاكي في الدوشه دي انا مش عارف اشتغل، شوف في ايه؟ حاضر يا الساعة دي تخصك؟ مش سامع بيه. اوعى تكذب يا منتصر. ساعتك ولا مش ساعتك؟ ساعتك ايه؟ تعلل بايه سبب وجودها في مكان الجريمة؟ مش ممكن الدوشة دي. وانت كمان عندك قانون يمنع الناس من الفرحه ببرايتها؟ الحريه مكفوله بمقتضى الدستور يا حضره الضابط. من حق كل واحد انه يفرح بالطريقه اللي هو عايزها، المهم انه ما يزعجش غيره. هو الفرح بقى يزعج في عرفك يا نادر بيه؟ ممنوع استعمال مكبرات الصوت. الميكروفون ده بتاعي ملكي ومن حق. انا مش عايز اتعامل مع اي حد بعنف. أعنف من الإجراء اللي خدته يا حضرة الضابط. أنا ممكن أصادر الميكروفون ده دلوقتي حالا. خلاص خلاص يا رجال، عيب برضه اللي بتعملوه ده. حضرة الضابط عنده حق، أصل فيه قتيل في البلد وفيه جنازة في بيت مراته، وأخلاق الفلاحين بتقول إنه ما يصحش يتنصف فرح جرمايته، واحنا مش هنعمل اي فرح الا لما حضرة الضابط الهمام يجيب لنا اللي قتل براهيم الحلوان. يلا بينا يا رجال. انا مش عارف ليه الناس دي مش فاهمه ان انا بعمل ده كله لمصلحتكم. وصلنا لحد فين يا عارف؟ يا سعادة البيه لحد يا بيه كفاية أسئلة بقى، أنا ما اسميش صابر، سيبونا أروح بقى. تعلم بإيه وجود الساعة في مكان الجريمة؟ وقعت مني ها؟ إشمعنى في المكان ده بالذات؟ يا بيه أنا شغلي في الجمعية، وأنتوا لقيتوا الساعة جنب الجمعية، إيه الغريب في ده؟ أنت ما حسيتش إن الساعة ضاعت؟ لا طبعًا حسيت. إمتى؟ بعد ما روحت بالليل. منين؟ بعد ما روحت منين حسيت ان الساعه ضاعت؟ من الجمعيه مثلا؟ يا بنت عاوز تلبسني قضيه وخلاص. جاوب. بعد ما روحت من السما بالليل، اصلا انا متعود اقلع الساعه واحطها جنبي قبل ما انام، ساعتها ما لقيتهاش في ايدي. ما بلغتش ليه عن سرقتها؟ ابلغ عن سرقه ساعه يا بيه؟ ما جاش في بالي اعمل كده. وبعدين تاني يوم البلد كلها كانت مقلوبه على قتل ابراهيم، يبقى ساعه ايه اللي افكر فيها بقى؟ يعني انت منتصر ما قتلتش ابراهيم الحلواني؟
بقول يا فندم اوضب لسعادتك لقمه اقوم كده يعني. لا عاك في الدنيا دوبك تروح تنام بقى. طب يا فندم تصبح على خير. وانت من اهله مع السلامه. الله يسلمك. دكتور علي انا اسف مش عارف ازاي نسيتك. ايه رحلت منتصر للنيابه؟ لا بكره الصبح بعد ما اكمل التحريات في المحضر. حظك كده. اعمل لك ايه؟ من اول تحية تمسكه تطلع لك جريمه قتل. حضرتك بتضحك زي ما تكون شمتان فيا. ابدا انا بضحك لغرابه المفارقه. انت اصريت انك تتنقل للريف هنا علشان تنصب ميزان العدل بالقانون، فكانت النتيجه ان في اول مرحله الناس اللي انت جاي تحقق لهم الامن اعتقدوا انك انت اخليت بالامن بتاعهم. ايوه بس انا ما تجاوزتش حدود القانون. المفروض ان القانون وسيله لتحقيق الطمانينه جوه قلوب الناس، لكن ما هوش غايه في حد ذاته. دقيقه احضر لحضرتك العشاء. لا متشكر، انا اتعشيت واتغديت كمان بطريقتي. ربنا اللي عالم باللي في قلبي، وان شاء الله هينصرني والنيابه هتثبت ان منتصر هو اللي قاتل، خصوصا انه اعترف بحكايه الساعه اللي وقعت منه. وجايز قوي ان تحقيق النيابه يثبت ان منتصر مش هو القاتل. لا 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 مش ممكن. لا ممكن قوي اذا قدر يثبت ان الساعه وقعت منه، وما تنساش ان جلدتها قديمه وسقوطها محتمل، كما ان مكان سقوطها محتمل برضه لانه في دائره عمله. على العموم تقرير الطب الشرعي هو اللي هيثبت كل حاجه. وجايز التقرير نفسه يثبت براءه منتصر. يعني كل شيء جايز ومحتمل. المهم انت عملت ايه في تحرياتك عن العلاقه بين منتصر والمجني عليه؟ علاقه عاديه. لا ده الكلام اللي انت سمعته منه، انما جايز الحقيقه تكون غير كده. انت ليه في صف براءه منتصر؟ انت ليه عايزنا ييأس؟ نادر ما تنساش نفسك يا ابني، وما تضيعش نبل هدفي من السفر المسافه الطويله دي والمعيشه معاك هنا بالطريقه دي. انا اسف جدا يا دكتور، انا ما قصدتش اني اضايق حضرتك، فعلا انا اندفعت شويه بس. لا يا ابني انا اللي كنت مندفع، ما كانش يجب اني اجي هنا ابدا في مكان عملك. يا دكتور ما تخلينيش اكره نفسي. نادر انت شاب يا ابني ومتحمس لفكرتك، ومن حقك تاخد فرصتك كامله بدون اي مؤثر خارجي، حتى لو كان المؤثر ده استاذك. وتاكد انك يوم ما تمسك القاتل وتقدمه للعداله انا اول واحد ههنيك واعترف لك بانتصارك. ايوه يا دكتور بس انا ما قصدتش خالص اني اضايق حضرتك يعني. خلاص سيبنا من اللي فات، المهم اللي جاي. بصوا كرشي بقى قد ايه. كله من خير العمدة. الخير خير ربنا يا جماعة، اتفضلوا اقعدوا. اتفضلوا. شكرا. يا ولد هندا كنت غطسان فين لحد دلوقتي يا ولد؟ أنا زعلان من حضرة الضابط. ليه انت راق؟ ازاي يجي له قلب يشتبه فيك وانت كبير البلد؟ طب ادخل كلك لقمة، ادخل يا اخويا. فسحي شوية سد صبر عشان أشوف هنداوي. وهو اشتبه في العمدة وبس، ده اشتبه فيا أنا ذات نفسي شخصيا، وفي الأخت صابرة المربية الفاضلة، وفي الدكتور صابر الراجل المحترم. شكرا. الراجل اللي يتحط على الجرح يتهلي. لازم قصدك يا صابر اللي يتحط على الجرح يبرد مش يتهلي. تمام أنا قصدي كده بالظبط. بقى دكتور محترم ويقعد على رفيس يا ناس. كفاية كده يا أستاذ صابر، أنا مش عاوز أفتكر الحكاية دي تاني. ما كلنا في الهم شرك. بس أنا دكتور بخدم كفر العجباوي من يوم ما جيت هنا. بعد ده كله أتساوى مع اللي يسوى واللي ما يسواش. قصدك إيه يا دكتور؟ هو أنا يعني ما أسواش؟ أكيد الدكتور مش قصده كده يا أستاذ صابر، طب ما أنا أبويا كمان كان معاكم. ده حتى أنا. خبر إيه يا دكتور؟ أنت هتزعلهم منك ليه بس؟ أنا ماليش دعوة بغيري. أنا بتكلم عن نفسي. ما هو إذا كانت نفسك عزيزة عليك، أنا برضو نفسي عزيزة عليا. بس أنت كان لك علاقة بإبراهيم الحلواني، أنت اتخانقت معاه عشان الأرض البور. لا ما كانتش بور يا أخويا،
ده واخدها بتتزرع على ايد اهالي الكفر كله. بس اتخانقت معاه ولا لا؟ ايه ده اتهام بالقتل بقى. طب ما انت اتخانقت معاه بسبب مراته اخر مره كشفت عليه. خبر ايه يا جماعه؟ ما توحدوا اللهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. طب كلكم كنتوا على علاقه بابراهيم الحلواني، انا ذنبي ايه؟ ما تتحمقيش قوي كده. صابر من صابره قريبه. شايف يا عمدة؟ شايف يا فاتن؟ يعني انا اللي قتلت ابراهيم؟ خبر ايه يا جماعه؟ احنا كلنا في الهم واحد، عايزين الضابط يشمت فينا ويرجع لموضوع صابر ده مره تانيه. يلا يلا يا بنات اعملوا لنا دور شاي تاني، الشاي ده زمانه بيرد. امشوا يلا. مبروك. فاكر ان النجوم اللي على كتافه تديله الحق في انه يتهم كل الناس، فانا اقعد على رفيزي وكلب يعدي شمشم فيا؟ انا بعد العمر ده كله والسنين اللي قضيتها في الدراسة والعلم والشغل يحصل لي ده كله بسبب واحد متخرج جديد ومش عارف شغله؟ خلاص بقى يا دكتور، الحمد لله هي جت سليمة، ما تزعلش نفسك بقى. مش قادر ابلع الاهانة دي يا عمدة، مش قادر. كل ما افتكر ان اهل البلد دول كلهم شافوني وانا قاعد قدام الكلب وخايف ومذعور بتجنن. طب رايح على فين؟ لسه بدري. اخد شنطتي وراجع مصر، واذا النقابه ما قدرتش تحميني وتنقلني بلد تانيه انا هستقيل خالص. حضره الضابط منع اي واحد اسمه صابر يسيب البلد قبل ما يخلص التحقيق. سافر يا راجل؟ ده انا كنت جاي اقعد يوم واحد، قعدت يومين والنهارده التالت. كفايه بقى. وهتطمني عليك؟ اكيد هبقى اكلمك في التليفون، وانت كمان اذا فضيت ابقى اتكلم. طبعا طبعا. كنت مسليك مش كده؟ العفو يا دكتور، ده انت عندي اهم من كده بكتير. بس يظهر بقى ان انا قدر ان ابقى دايما وحيد. وحيد؟ اما السحر بتعمل ايه؟ سحر اذا كنت حتى ما قدرتش ارد عليها في التليفون هيبقى عندها حق لو زعلت مني. كلمها يا نادر، صالحها، ما تخسرش حد. اشوف وشك بخير يا ابني. احنا كفر العجباوي. لا نادر بيه مش موجود. مش حضرتك اللي رديت عليا امبارح وقلت لي اطلبه النهارده الصبح؟ طيب عموما انا موجوده في البيت طول الوقت، اذا فضي يبقى يكلمني. مع السلامه. تحريات؟ تفضل سعادتك. تفضل يا بيه. تفضل. الله. يعني ما
منتصر ابن خالد ذهبية مرات المرحوم ابراهيم. يا صح كده سعادتك. وكان عايز يتجوزها. يا بيه. المعلومة دي أخفاها عني. ويخفي ليه سعادتك؟ البلد كلها عارفة إن هم أولاد خالة. والجواز ده كان هيتم من 5 سنين لو هو من كتم إبراهيم. يسكت عليه 5 سنين ليه؟ أنا ما سألتكش عن رأيك. أنا مؤاخذة سعادتك. لو أبدأ يتحرز ويتبعت للنيابة. تمام يا فندم. نادر بيه، في تليفون جاي من خطيب سيادتك. لحظة واحدة يا عاكف. ثابت في المحضر من أقوال الغفير هنداوي إنه شاف المجني عليه قبل الحادث وقال له أنا رايح دار عبد المتعال. هات لي عبد المتعال ده. ما يقدرش يجي سيادتك. ليه؟ بص يا عم تعالى يا سعادة البيه. اتفضلوا. هات كرسي لسعادة البيه يا قلب. لا 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 مفيش داعي، احنا مش جايين نسبب لك أي إزعاج، هما كلمتين وهنمشي على طول. مش قبل ما تشربوا الشاي. اتفضل يا سعادة البيه. انت كنت تعرف ابراهيم الحلواني؟ ده صبي يا بيه، قصدي كان صبي. يعني كنت تعرفه كويس؟ طبعا. طيب ما لاحظتش ان له اي خصوم؟ اعداء يعني؟ ضروري، مفيش حد في الدنيا مالوش اعداء. تفتكر مين كانوا اعداء ابراهيم الحلواني؟ معرفش، لكن اكيد فيه طبعا. زبون اكتشف انه شغله بايظ، صنايعي كان مناظر على شغلانه ولهفها منه. طيب تعرف منتصر الشمالاوي؟ بتاع الجمعيه؟ طبعا معلوم اعرفه. ما تعرفش كان ايه علاقه منتصر الشمالاوي بالمرحوم ابراهيم الحلواني؟ زي الزفت بعد عنك. اصل منتصر كان قاري فتحي الذهبية بنت خالته، ولما رجع ابراهيم من البلاد بره كان معاه فلوس تزغل عين اي بنت. لا افهم منه. التحريات اللي عندي بتقول ان ده حصل من اكتر من 5 سنين. من زمان، بس هما بقى عاملين لبعض زي نائر ونهير، كل واحد منهم عاوز يبقى اغنى من التاني. طيب المرحوم ابراهيم الحلواني ما جابلكش سيرة منتصر ليلة وقوع الحادث؟ لا. يعني ما قالكش عن أي حاجة مضايقاه أو أي مشكلة كانت عنده ليلة وقوع الحادث؟ لا أبداً، ده كان مستعجل زي عوايده. ما كانش مع حد؟ لا، المرة دي جه لوحده، مع إنه متعود كل مرة يجي ومعاه حد من صبيانه. ما سبب زيارة إبراهيم الحلواني لك ليلة وقوع الحادث؟ كان جاي ياخد المنجلة والمطربيطة بتوعه. أصل بعد اللي حصل لرجليا عجزت زي ما سيادتك شايف، وما عدتش أقدر أروح الشغل. اكتفيت بقى بإني أقعد هنا أصلح منجلة بايظة، مطربيطة، ألوظ مواسير، أقطعها. يعني أنت تعرف إبراهيم كويس؟ ما قلت لحضرتك، أنا في زماني إبراهيم ده كان صبي. أنا اللي حببته في الكار، ياما خبطته في نفوخه بالمفتاح عشان يتعلم الصنعة. كان ذكي؟ لا، هو الله يرحمه كان شاطر. ما هي ما تفرقش؟ تفرق يا بيه، تفرق. الواد من دول لما يجينا علشان يتعلم الصنعة بفهم على طول من أول يوم إذا كان ذكي ولا شاطر. فهلاوي يعني. يعني انت قصدك ان المرحوم ابراهيم ما كانش ذكي لكن كان فهلاوي في شغله؟ ولو ان بقى المفروض ان الواحد يذكر محاسن الموتى،
انما انا بقول شهاده حق لوجه الله. مرحوم ابراهيم كان صنايعي على قده، بس كان فهلاوي، يعرف يكسب الزبون، يعرف يطلع القرش من جيب اي واحد بمزاجه. يعني كان شاطر في الملاغيه، انما في الصنعه لا. يا بيه ده انا بايديا دول وعلى المنجله دي اللي بقلوظ له المواسير واقطعهم له بالمقاسات، ويجوا بقى صبيانه ياخدوا الشغل ويركبوه، وفي الاخر هو اللي يقبض. زمن الشاي بيغلي زي صاحبه. سهل يا رب. اتفضل يا بيه. ناول الشاي اللي عمك عاكف. يلا ابو شكر انا لسه شارب. خليه ياخد الشاي يا بيه. اشرب يا عاكف الشاي. شكرا يا بيه. يعني ابراهيم كان غني؟ الله يرحمه كان شاطر فعلا. بقى عنده 7 فدادين ملك وبيتين في المركز وبيت هنا، ولسه كان هيشتري. وكل ده وتقول عليه سباك مش ذكي؟ في الزمان ده ما عادتش تفرق يا بيه. ملك ابراهيم ده اول ما عرف يمسك المنجله ويدق بالاجنه عمل ايه؟ بقى يدور على الزباين بتوعي في البندر ويحاول ياخد الشغل من ورايا. ولما الزباين كشفوا شغله وانا واجهته طفش، سافر بلاد بره، وبعد كام سنه رجع ما شاء الله ومعاه التلفزيون المتلون والفيديو، وكان لو عاش كان هيشتري عربيه اوتومبيل يعني، مين عارف يمكن اشتراه ومخبيه، اصله كان بيخاف من الحسد. ايوه بس انت اللوسته بتاعه، يعني اكيد انت كمان اغنى منه. لما كان في بلاد بره وقبل ما تحصل حكايه رجلي كنت بكسب اكتر منه 10 مرات. صنايعي يا بيه اللي بصحيح اللي زيي بيكسب دهب. ما تستغربش من العيشه اللي انا عايشها. تستغربش يا بيه، الله يسامحهم بقى اللي كانوا السبب، لكن انا برضو اللي غلطان. اول ما الفلوس جريت في ايدي وجهوني للكيف كسبت كتير كتير قوي قوي وبالحلال، لكن كنت بصرف كل حاجة اول باول. ولما وقعت من العمارة وانا بركب مواسير الصرف اترميت في المستشفى الاميري وما لقيتش في ايدي حتى ولا مصاريف اكلي. طب ازاي بقى اسطى ذكي زيك يقع من العماره وهو بيشتغل؟ ولا اللي حصل ده كان قضاء وقدر؟ الكيف هو اللي وقعني. كنت يوميها بتقل العيار قوي، شعشعت معايا وانا فوق في اخر دور، فقت لقيت نفسي في المستشفى. بعد ما طلعت منها كان ابراهيم خد كل زبايني، ويوم ورا يوم سلمت بالحقيقه الجديده، واضطريت وانا الاسطى نيابه اني اشتغل عنده صنايعي. مش عشان هو احرف، لا ده من قله. يا بيه اي صنايعي النهارده بيكسب كويس قوي. المهم مين الشاطر اللي زي ابراهيم ومين الغبي اللي زي، هي دي المشكله. اقدر اعرف انت منعني من السفر ليه؟ عشان في اقوال لسه عايز اخدها منك. بس ده مش من حقك عاكف تطير على النقطة وتمنعهم يرحلوا منتصر الشمالاوي للنيابة، وأنا جاي وراك على طول. تمام يا فندم. حرية التنقل مكفولة لكل مواطن بمقتضى يا دكتور
لو حضرتك كنت في مكاني كنت هتعمل اللي انا بعمله بالظبط. بس مش للدرجة دي. ممكن تديني فرصة نص ساعة وهقولك بعد كده على خبر يفرحك؟ ممكن؟ هو حصل ايه؟ هاتلي منتصر الشمالاوي. موجود في اوضه سعادتك. معلش يا ليلى، ما اقدرش اجي عشان مستنيه تليفون من خطيبي. ها؟ ما عنديش فكره هيتكلم امتى. ما تلفش وتزوغ مني. كنت قاري الفاتحه على ذهبيه بنت خالتك ولا لا؟ كنت. وابراهيم هو اللي اتجوزها. ده اللي حصل. يعني ابراهيم خد منك البني ادمه اللي انت كنت بتحبها. يبقى بكده لازم تكرهه طبعا. اكرهه ليه يا بيه؟ ابراهيم غني وقدر يعيش ذهبيه احسن مني. انا ايه؟ انا حيالله حته موظف معاه دبلوم تجاره. قيمه التعليم قدام الفلوس. الفلوس اللي تعمى عين اي حد حتى قرايبك. مش مهم مين معاه فلوس، المهم معاه كام. مش ده قانون النهارده؟ منتصر اسماعيل الشمالاوي، انت متهم بقتل ابراهيم الحلواني يوم 27/4. لا، انا ما قتلتش حد، ما قتلتش. تبقى تدافع عن نفسك قدام النيابه. قفل المحضر يا عاكف ورحاله على النيابه.